في دراما رمضان هذا العام يعيد الفنان نضال الشافعي اكتشاف موهبته من خلال عدة أدوار مختلفة وعدة شخصيات بيجسدها في أكثر من عمل، زي فرقة ناجي عطلة مع الزعيم عادل إمام، وست قام الهلالي سلالم مع منة فضالي، ومسلسل فرتيجو مع نجمة هند صبري. كاميرا نشرة قابلته لتسأله عن هذا التنوع والقدرة على تجسيد هذه الشخصيات وماذا أضافت إليه في مشواره الفني. اللي حصل أنه يعني كان الوقت قريب جدا، كان الهلالي ما كانش ليه نصيب أنه يتعرض في رمضان ده، وكان يعني نصيبه مؤجل لحاجة تانية يعني لغاية ما اتعرض. فيرتيجو أنا كنت بفضل الله كنت عارف أنه هيتعرض في رمضان ده، بس يعني لما لقيت أن الظروف بتحتم علينا أن خلاص يعني بقى موضوع بره إيديا دلوقتي، بقى في بقى منتج وفي فلوس وهنا فلوس وموضوع كبير يعني، فما كان عليا غير أن أنا يعني على قد ما ربنا قدرني من اجتهاد اجتهد، على قد ما الواحد يا ربنا قدره من حتى صحة أتعب على قد ما ربنا قدرني عشان خاطر يعني أقدر أقدم حاجة كويسة. أنا الهلالي سلالم بعتز بيه جدا جدا، زي ما عمر بعتز بيه جدا جدا. أنا مش عاجبني طريقة التعامل اللي أنت بتتعامل بيها مع المساجين بصراحة، وحياة ابنك المحروسة بولية كبيرة دوت، أنا مش قصدي كده خالص. تبقى صادق. عارف مين ده يا شندويني؟ يا أما هو المشهد الدرامي في 2012 لرمضان لن يتكرر أبدا، يعني على الأقل مش أقل من 10-15 سنة كمان عقبال ما يجي مشهد درامي زي ده، لأن لن يجتمع كم هذا النجوم هؤلاء النجوم في عام واحد وفي سيزن واحد، بجد مش هيجتمعوا تاني يعني. ربنا يجمعهم على خير وكل حاجة، بس للظروف الاقتصادية في البلد ولظروف ان في ناس بقالها 30 سنة ما نزلتش بأعمال درامية نزلت السنة دي، نجوم سينما كتير جدا نزلوا أعمال درامية كتيرة جدا، الكيف فيها عالي مش الكم بس، فأعتقد انه يعني سيزن دسم زي ما بيقولوا يعني. الحكومة فين من ده كله؟ ولا اللي الناس مختارينهم عشان يمثلوهم في مجلس الشعب ويكلموا الحكومة باسمهم راحوا فين؟ بالنسبة لنضال، الفرايتي اللي موجود ما بين الشخصيات اللي تقدمت السنة دي ليا، اعتقد الحمد لله لقيت استحسان كبير عند الناس، انه مفيش تكرار مفيش استسهال مفيش استزراف يعني الحمد لله في الموضوع متاخد بشكل كويس جدا الحمد لله. ردود الافعال في الشارع دلوقتي بقى الهلالي، بقى في شخصيه اسمها الهلالي بيتنادالي بيها. انا قلت اكتب اخطائي دي كلها على الحيطان عشان تبقى قدام عيني على طول واصلحها كلها، واي حد انا غلطت في حقه لازم يسامحني. بعد كل اللي انت عملته معايا عايز نسامحك. عمر في فيرتيجو محقق مع شريحه كبيره جدا من الناس، فيعني زي ما بقول لك هو في الاخر فضل ربنا سبحانه وتعالى على الواحد كبير جدا، وده بيحمل الواحد مسؤولية أكبر في الاختيارات اللي جاية، إنه لازم يبقى الواحد مش متسربع مش مستعجل. يا بنت دول ما بيرحموش، عارف يعني ما بيرحموش؟ انت بينك وبين أوسخ ناس في البلد دي خطوة ومش خايفة؟ مش خايف الحمد لله يعني، من أول اعتبر من حتى ملاك اسكندرية الجزيرة الحمد لله، بدل فائد حتى اللي كنت طالع فيها في أدوار لسه كنت في بداياتي ببتدي يعني أتحسس الطريق يعني، حلوة الجملة دي بحاول يعني، بس يعني الحمد لله حتى في الأعمال الدرامية في المسلسلات من حكاياته بنعيشها مع النجمة ليلى علوي هلا والمستخبي يعني، أو شاهد إثبات، أو يعني الحمد لله ربنا، أو تمر شوقية شهادة ميلادي مع الناس يعني الحمد لله. أنا يعني بقول يا رب يا رب يعني يجعل هذه الأعمال يعني تكسبني أكثر خبرة في اللي جاي، وفي اختيارات اللي جاي تبقى أفضل منها. سعيد عنده انفصام حاد في الشخصية. تقصد يعني إن أنا بنام وأنا ماشي؟ هدول الحيوان ده الحيوان الحيوان دي من جوه مش من بره، وكمان من جوه. اسمك كريم ايه؟ سعيد. اسمك كريم ايه؟